السلام عليكم طلاب، اليوم راح اشرح لكم من صفحه 36 الى 39. ان شاء الله المحاضره تكون قصيره. Priority Scheduling Algorithm، شو اخذنا المحاضره السابقه؟ اخذنا First Come First Serve واخذنا SGF. اليوم راح اخذ Priority Scheduling Algorithm اللي هي ثالث طريقه للجدوله للCPU، شلون يجدول البروسيس. زين، شنو معناها هاي النظريه؟ معناها الاولويه اللي بيها رقم اقل هي التي تنفذ اولا، مع الاخذ بنظر الاعتبار وقت الوصول للبروسيس. زين، هسه انا عندي كل بروسيس لها رقم يحدد لها اولويه، كل ما صغر هذا الرقم كل ما كان له احقيه انه يتنفذ. زين، عندي مثال بروسيس 1، بروسيس 2، بروسيس 3، بروسيس 4، بروسيس 5. عندي في الجدول اسمه First time اللي هن قلنا وقت التنفيذ عليه المحاضرة السابقة. زين، عندنا في الجدول ينضاف اسم البرايورتي. عندي هنا مثال 10، 1، 2، 1، 5. هنا 3، 1، 4، 5، 2. زين، راح اجي اشوف منو هسه انا ما منطيني arrival time يعني وقت الوصول، منطيني بس وقت التنفيذ والبرايورتي. اشوف منو اول مرتبه هذا يتنفذ اولا، منو بعدين هذا، فهذا اول مرتبه، هذا ثاني مرتبه، منو ثالث مرتبه هذا، رابع مرتبه، خامس مرتبه، فمنو يتنفذ اول مرتبه اللي هو البروسيس 2. البروسيس 2 ايش قد البرست تايم مالته؟ من صفر للواحد. زين، بعد منو يتنفذ بالمرتبه الثانيه؟ هذا البروسيس 5. بروسيس 5 يتنفذ بالمرتبة، ايش قد ياخذ؟ 5، معناها من الواحد للخمسة 6. منو يتنفذ بعده؟ يتنفذ بروسيس 1. منو بعد البروسيس 1؟ بروسيس 3. آخر شيء البروسيس 4. زين، هسه اجيت بروسيس 1 ايش قد يحتاج؟ 10، 10 زائد 6 16. بروسيس 3 ايش قد يحتاج؟ 2، 16 2 18. بعدين 18 بي 4 قد محتاج؟ محتاج 1. 18 و 1 19. طلعت الجنت شارت، على يا اساس طلعته؟ على اساس العدد الاقل بالاولويه، العدد الاقل هو اللي يتنفذ اولا، هذا بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا اخر شيء هذا. طلعت عندي جنت شارت، راح اجي اطلع average waiting time. average waiting time اللي هو summation، البداية ناقص الأرايفل. أنا ما عندي أرايفل جدول هنا، راح أقول بس البداية. بداية البروسيس 1 هي 6، بروسيس 1 هي 6. بروسيس 2 بدايتها هي ايش قد؟ هي 0. بروسيس 3 هي ايش قد بدايتها؟ 16. بروسيس 4 قد بدايتها؟ 18. بروسيس 5 قد بدايتها؟ 1. يجي جمعهم ايش قد يطلع؟ يطلع 41 تقسيم 5 يطلع 8.2 ملي سكند. زين، الـ average turnaround time summation النهاية نفس القضية، للـ B1 النهاية تمامتها 16، الـ B2 نهايتها 1، الـ B3 18، B4 19، B5 6 وهكذا. نفس ما علمتكم شلون طلعوه بالمحاضرة السابقة. اللي يختلف فقط هذول، امشي على الاولويه اذا ماكو وقت، بس اذا اكو arrival time نمشي على الارايفل، يخلص يلا نتحول للبرايورتي نفس ما اشتغلنا بالاس جي اف. راح اشرح لكم مثال اخر بس بارايفل تايم. نمشي على المبدأ اللي هو البرايورتي الأقل. آخذ مثال آخر اللي هو البي arrival time يعني وقت الوصول، شو وقت وصلت هاي البروسيس؟ وراها يجي first time، وراها يجي البي اللي هو البرايورتي. نشتغل على هذا، يخلص هذا
زين عندي شنو بروسيس 1 بروسيس 2 بروسيس 3 بروسيس 4 عندي هنا 2 وصل بال 2 وصل بال 1 وصل بال 2 وصل بال 2 هذا 1 2 2 1 هنا عندي البرايورتي 0 هنا 2 2 1 معناها هذا إلى حق اول شيء بعدين هذا بعدين هذول زين هسه قبل كل شيء اول شيء اشتغل على هذا الجدول وبنفس الوقت انظر للبرايورتي زين لو اشتغلت على هذا الجدول من الذي وصل اولا هذا الذي وصل اولا ليش لان بي 2 وصل عند الواحد معناها من الصفر للواحد ظل فاعل لحد ما وصل البي 2 وصل بالواحد ملي سكند ايش قد اخذ بيرس تايم اخذ 2 معناها 1 زائد 2 3 خلص البي 2 طلع ايش بقى عندي من 1 ل 3 من وصل كلهم وصلوا وصل البي 1 ووصل البي 3 ووصل البي 4 من يتنفذ اولا يتنفذ ذو الاولويه الاقل عدد منو اقل عدد الصفر لو 2 لو 1 الصفر اذا البي 1 شي يجي وراه يجي ابو الواحد اللي هو بي 4 الشي يجي وراه يجي ابو الثري بي 3 اخر واحد زين طلاب فالبي 1 ايش قد محتاج يتنفذ واحد اذا 3 زائد 1 4 البي 4 ايش قد محتاج يتنفذ واحد 4 زائد 1 5 البي 3 ايش قد محتاج يتنفذ 2 5 زائد 2 7 فانا سويت هنا جنب شارت لو استخرجت الـ average waiting time summation البداية ناقص الـ arrival نفس ما أخذناه بالمحاضرة السابقة تجون الـ P1 البداية مالته اللي هو وين الـ P1 3 ناقص الـ arrival time مالته 3 ناقص 2 1 أجي أشتغل على الـ P2 الـ P2 أيضا البداية ناقص الـ arrival الـ P2 البداية مالته 1 ناقص الـ arrival مالته يصير 0 زين يعني ما انتظر البي 2 ابد ما انتظر راسه متنفذ وهكذا بي 3 وبي 4 تجمعوهم كلهم وتقسمهم على 4 يطلع لكم الافرج ويتنج تايم زين الافرج تير راوند تايم علمتكم عليه القانون اللي هو سميشن النهايه ناقص الارايفل نفس ما شرحت لكم بالمحاضرة السابقة شلون تطلعون الـ P1 النهاية مالته وين الـ P1 3 3 ناقص الـ arrival مالته اللي هو 3 ناقص 2 العفو النهاية مال P1 هي 4 4 ناقص 2 2 وهكذا B2 B3 وB4 شلون اشتغلت؟ اشتغلت على اساس هنا عندي وقت خل اعيد لكم اعاده سريعه طلاب هنا شنو هنا عندي وقت هذا الوقت اسمه وقت الوصول يعني شنو وقت وصول البروسيس الى السي بي يو هذا جدول الاولويه هذا اللي هو وقت التنفيذ لازم اباوع على هذا الوقت واباوع على الاولويه الرقم الاقل بالاولويه هو اللي يتنفذ اولا بس بشرط اللي وصل اولا ناخذه بنظر الاعتبار من وصل اولا هنا البي 2 وصل اولا هذا ظل فارغ البي 2 وصل اولا من الواحد للثلاثه من الواحد للثلاثه كلهم وصلوا خلال هاي الفتره ليش؟ لان البي 1 وصل بالثانيه الثانيه والبي 3 بالثانيه والبي 4 هم بالثانيه الثانيه فمن وصل الـ P1 والـ P3 والـ P4 كلهم وصلوا زين منو راح يتنفذ؟ يتنفذ الأقل عدد بالأولوية منو أقل عدد الصفر لو 2 لو 1 الصفر إذا يتنفذ الـ P1 بعده يتنفذ الـ P4 بعد الـ P4 يتنفذ الـ P3 اللي هو هذا أكبر واحد زين طلاب أتمنى يكون هذا المثال واضح لكم هنا طلعوا نفس القانون القديم اللي هو البدايه ناقص الارايفل وتشوفون البدايه مال كل بروسيس وتنقصوه من هذا الجدول وتطلعون سميشن قسموه على اربعه
وهنا النهاية ناقص الأرايفل. زين الموضوع الأخير بجدولة السي بي يو، الموضوع الأخير بجدولة السي بي يو اللي هو الراوند روبن. هنا شو فرق عن القديم؟ إنه هو يعطي فد عدد وهذا العدد نلتزم به. مثلا حكتب لكم اسمها الراوند روبن سكيدجول، يعطي فد عدد يسميه كوانتم. الكوانتم هو فد عدد، مثلا الكوانتم 4، هذا العدد لازم يلتزم به كل بروسس، يعني ينفذ 4 ملي سكند ويطلع يجي اللي بعده، بس بالسرعه يمشي، يعني الذي وصل اولا هو يتنفذ اولا، يعني يخضع للفيرست كام فيرست سيرف، بس بشرط انه مطي مده معينه يكمل ويطلع، بعدين ينفذ الوراء وبعدين يرجع على اللي ما نفذ ما كمل. زين فاعطيكم مثال هذا كلامي في arrival time first time عندي B1 B2 B3 0 2 4 24 3 3. هسه الكوانتم عندي 4، معناها B1 هو أتى أولا إذا يتنفذ أولا، راح أنفذ هذا بعدين هذا بعدين هذا، بس بشرط هذا أعطي 4 وأقطعه، معناها 20 ناقص 4 صارت 20، إذا نفذ الـ B1 من الصفر للأربعة يجي من وراء، هذا يحتاج 3، إذا أقل من الكوانتم، إذا يتنفذ كله، فالـ B2 من الأربعة للسبعة، لأن 4 زائد 3 7. الـ B3 يتنفذ أيضا كله، ليش؟ لأن أقل من الكوانتم، الكوانتم هي كمية، يعني هو محتاج 3 أقل من الكمية المحددة، فيتنفذ ويطلع من السبعة للعشرة. زين، هذا خلاص تنفيذ الـ B2، والـ B3 أيضا، منو بقى عندي؟ بقى عندي أبو العشرين، فيتنفذ على شكل أجزاء، يعني شنو؟ يعني هذا الجزء الأول B1 يتنفذ، العشرين تنقطع، 20 ناقص 4 16. يعني من الأربعة من 10 ل 14، أيضا الجزء الثالث اللي هو هذا الأول ثاني ثالث، الجزء الثالث يصير من ال 14 زائد 4 يصير 18، وهذا ينقطع ال 16 من عنده 4 يصير 12، وهكذا من 14 18 يصير 22، همينا بـ1 هذا ايش قد ينقطع من عنده؟ طلاب تقطعون من 12 4 وهكذا 12 ناقص 4 8، وايضا تضيفون قسم ثاني اللي هو البي 1 يعني بيتنفذ 4 4. زين 8 تقطعون منها 4 تبقى 4، اخر شيء اخر قسم يبقى صفر، من يصفر يلا تعوفوا. فايش يصير؟ دا يصير انه دا يتنفذون بالسرعة وبعدين يرجع على اللي محتاج تنفيذ. زين طلنا ورا 22 يصير 26، فصار عندي من الصفر للأربعة، من الأربعة للسبعة نفذ البي 2 والبي 3، هنا البي 1 دي يتقطع كوانتم حسب الأربعة دي يتقطع 4 ب 4 ب 4 ب 4 لحد ما يصفر الصفر ال 24، خلص خلص من يصفر ال 24. لو استخرجنا طبعا هاي صفر وصفر